كرام ينطلق في هذه اللحظة الشوط السادس عشر من أشواطنا، أشواط الخير والبركة والمحبة مع هجني أصحاب السمو الشيوخ والسعادة لسن اللقاية في صباح هذا اليوم. 4 كيلومتر هي الحاضرة في هذا المسار، بينما الأعداد هي نتابعها 13 اسم تنطلق هنا بين جنبات ميدان الشحانية، ميدان التحدي في صباح هذا اليوم. نتابع هذا المسار وهذا التحدي الجميل مع خط البداية المقدمة والصدارة. هناك الوجود مشاهدين الكرام من عنوان مع مقدمة هذا الشوط لهجن الشحانية، ومحمد بن خالد العطية يأتي بهذا الانطلاق ويقدم لنا اندفاعة عنوان مع مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني مشاهدين الكرام نتابع الوجود من دلمة مع المركز الثاني التي بدأت تغير في هذه اللحظة، تنطلق إلى مقدمة المسار وإلى خط التحدي الأول لسعادة الشيخ جاسم بن عبد الله بن خالد بن حمد الثاني، والمضمر مسعود بن جابر بن حمد بن مسعود يأتي ليتابع أيضا انطلاقة دلمة مع مقدمة هذا المسار. بينما مع المركز الثاني نتابع هناك مع ثاني المراكز من تراجعت في عنوان لهجن الشحانية والمضمر محمد بن خالد العطية، بينما المركز الثالث المراكز مشاهدين الكرام نتابع مع المركز الثالث في هذه اللحظة تبوك، هناك لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، والمضمر حسين بن محمد بن سالم السفران يأتي ليقدم لنا تبوك هناك مع المركز الثالث. بينما رابع الأسماء أتابع الوجود في هذه اللحظة من هوايل لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، والمضمر سعيد بن راشد الزعبي. بينما خامس الأسماء وخامس التحديات تعهد وصلت مع المركز الخامس لهجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري. هناك مشاهدين الكرام يتابعها الشبل في هذا الشوط وفي هذا المسار. لكن عودتنا إلى البداية، هذه هي الخمس المراكز المنطلقة مع هذا الندى ومع هذا التحدي الجميل. بينما دلمة على مقدمة المسار لا زالت هناك تقود هذه المجموعة الجميلة مع سن اللقاية مع انطلاقة 4 كيلومترات. ونتابع دلمة في هذا الاندفاع حتى هذه اللحظة تأتي بانطلاقة هذا الشوط لأيضا سعادة الشيخ جاسم بن عبد الله بن خالد الثاني، والمضمر مسعود بن جابر بن حمد يأتي ليتابع لنا انطلاقة دلمة في هذا المسار وفي هذا التحدي. بينما المركز الثاني تبوك مع المركز الثاني لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، حسين بن محمد بن سالم السفران يأتي مع المركز الثاني وثالث الأسماء. أتابع في هذه اللحظة هوايل 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 مع المركز الثالث لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم الثاني، السعيد بن راشد الزعبي يأتي ليقدم انطلاقة هوايل ويتابع هوايل في هذا المسار وفي هذا التحدي. بينما المركز الرابع وجود عهد مع المركز الرابع لهجن الشحانية جابر بن سالم فاران المري، وخامس الأسماء أتابع مشاهدين الكرام مع المركز الخامس. هناك مع المركز الخامس وتحديات المركز الخامس نتابع سيله لسعادة الشيخ ناصر بن عبد الله بن حسين أو بن حسن بن علي الثاني عبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس المري. هذا النتيجة أعزائي المشاهدين، لكن عودتنا إلى البداية. الله يا تبوك التي انطلقت في هذه اللحظة انطلاقة ممتازة مع اندفاع هذا الشوط لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد الثاني، ويتابعها حسين بن محمد بن سالم السفران. لكن هو هوايل، الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شوف السرعة بدت في الازدياد في هذه اللحظة نحو خط النهاية. تبوك هوايل، من هو الرابح في مسار هذا الشوط؟ لكن تبوك سيدة الموقف حتى هذه اللحظة، 500 متر أخيرة. هوايل 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 لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم فيصل الثاني، السعيد بن راشد الزعبي ينطلق بانطلاقة هوايل يبدع في هذا المسار. الله
أوه يا سلام، أبعدت هنا مشاهدين الكرام بناموس هذا الشوط، انطلقت انطلاقة الفوز والنصر في هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام على هذا الأداء الجميل، هوايل المقدمة، هوايل ناموس الشوط، هوايل هوايل هوايل، شعار الغراف الذي أبدع في صباح هذا اليوم مع النقطة التاسعة المسجلة في هذا الانطلاق الجميل والصباحي. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم فيصل الثاني، وتهانينا للمضمر سعيد بن راشد الزعبي، بينما هي النقطة التاسعة المغادرة لصالح هذا الشعار. المركز الثاني تبوك وصلت مع المركز الثاني لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، تهانينا للمضمر حسين بن محمد بن سالم السفران، بينما المركز الثالث وصلت ثالث في ثالث المراكز الشاهينية لسعادة الشيخ جاسم بن حمد بن خالد الثاني مع المضمر مبارك بن سالم جار الله بن سالمين المري، بينما المركز الرابع وصلتنا هناك مشاهدي الكرام عهد لهجن الشحاني جابر بن سالم فارال المري. المركز الخامس كان الوصول مشاهدينا الكرام لنشبه لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد الثاني وجاسم بن محمد بن سيف النعيمي. هذه النتيجة مشاهدي الكرام، بينما التوقيت الزمني 6 دقائق 13 ثانية، 7 أجزاء من الثواني هو توقيت هوايل، بينما المركز الثاني هو 6 دقائق 15 ثانية بدون أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد الثاني والمضمر حسين بن محمد بن سالم السفران، بينما المركز الثالث وصلت في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق 15 ثانية و 6 دقائق و 19 ثانية و7 أجزاء من الثواني. تهانينا لسعادة الشيخ جاسم بن حمد، أو تهانينا لهجن الشحانية، وكان الوصول لعهد مع هجن الشحانية والمضمر جابر بن سالم فاران المري.